مرحبا بكم في قناتنا اليوم، حيث سنتحدث عن مشكلة شائعة تواجه أصحاب القطط، وهي تسمم القطط في المنزل. قد يحدث تسمم القطط نتيجة تناولها لمواد سامة غير معروفة أو غير مناسبة لها. في هذا الفيديو سنتعرف على أسباب التسمم ونقدم لكم بعض العلاجات المنزلية الفعالة لمساعدة قطتكم في التعافي. بالطبع القطط من الكائنات المحببة لدى الكثير، كما إن الكثير يود أن يقوم بتربيتها في المنزل، كما إنها من الكائنات المسلية جدا، وبالطبع يتعرض الكثير من القطط إلى التعب مثل الإنسان تماما. ومن بين الأمراض التي يمكن أن تصيب القطط هي تعرضها للتسمم. لذا بدلا من أن يتم الذهاب إلى الطبيب البيطري، فسوف نوضح لكم أسرع علاج لتسمم القطط في المنزل. كل هذا وأكثر على قناتنا أنماط، فلنتابع. سلام من الله عليكم ومرحبا بكم متابعي قناة أنماط. أعراض التسمم عند القطط تعتمد على نوع وكمية السموم المأخوذة، ومن بين هذه الأعراض القيء والإسهال في القطة، زيادة إفراز اللعاب، حالات النعاس، عدم الأمان عند المشي، الهزات والمغص، الشلل، والعيون تكون ضيقة جدا أو واسعة، والعدوانية الشديدة والمشاكل السلوكية الأخرى في القطة. القطط من الكائنات الحساسة، وهي تمتاز بأنها سرعان ما تتقيأ عند إصابتها بأي شيء ضار، لذا يجب أن يتم الحفاظ عليها من أن تأكل أي من النباتات الضارة التي ترش بالمبيدات الحشرية أو تناول أي فريسة مسمومة، وتجنب أيضا رش الفرو لديها بالمواد الكيميائية، فكل هذا يمكن أن يعرضها إلى التسمم وأكثر. إذا تأكد التسمم عند قطتك يجب أن يتم توقيف الطعام عليها لمدة 12 ساعة ونقدم لها الماء فقط، وبعد انتهاء الوقت المذكور يتم إعطاء الزبادية بالعسل على مدار 3 وجبات. كذلك يجب أن يتم إعطاء القطة مضاد حيوي خاص بالأمعاء، ويمكن أن يعطى للقطة الكبيرة 3 سنتيمتر في اليوم، وذلك على مدار 5 من الأيام. كما يجب أن يتم إعطاؤه حقنة كورتاجين بـ6، وذلك قبل الأكل بربع ساعة، وهي مهمة جدا حتى يتوقف الاستفراغ. كذلك يمكن إعطاؤه حقنة أتروبين، وذلك على حسب نوع التسمم، وهذا أسرع علاج لتسمم القطط في المنزل. بالطبع الكثير من القطط من الممكن أن تتعرض إلى التسمم، وبالطبع يصيب صاحب القطة الكثير من التوتر والخوف على القطة، وهذا طبيعي. لذا من الممكن بدلا من أن يذهب إلى الطبيب وهو في حالة توتر، فيمكن أن يتم بدلا منها الكثير من الإسعافات الأولية التي تحمي القطط من التسمم. كما إن هذه الإسعافات الأولية يمكن أن يتم بالمنزل بكل سهولة، حيث يمكن أن يتم إعطاؤه الإبر المختلفة للقطة. ولكن ما لا يعرف الكثير أن الزبادية والعسل للقطط في هذه الحالة مفيد جدا، حيث إن الزبادية والعسل يمكن أن يتم تناوله للقط على مدار اليوم، وذلك لمدة 3 مرات، أي على 3 من الوجبات. وفي هذه الحالة يمكن أن نقول إن الزبادية والعسل للقطط يحمي القطط من التسمم، كما إنه من الإسعافات الأولية الهامة التي يجب أن يحصل عليها القطط، كما أنه أسرع علاج لتسمم القطط بالمنزل. هناك حقن يمكن أن تؤخذ مع المضاد الحيوي الخاص بالأمعاء، وهذه الحقن هي إبرة كورتاجين بـ6 التي توقف الاستفراغ لدى القطط. كما إنه يجب أن يتم إعطاؤها للقطط قبل تناول الأكل بربع ساعة. كذلك يجب أن يتم إعطاؤه حقنة أتروبين للقطط، وهذه الحقنة يجب أن يتم إعطائها على حسب نوع التسمم للقطط. وفي هذه الحالة يجب أن يتم استشارة الطبيب البيطري، كما أن هذه الحقن مفيدة جدا لعلاج تسمم القطط بكل سهولة دون توتر أو خوف على القطط.
يمكن القيام بالإسعافة الأولية لتسمم القطط، وذلك حتى ننقذ القطة من التسمم بأسرع طريقة. كما يجب حين الإصابة بالتسمم للقطط أن يتم الاتصال بالطبيب، ولكن لحين انتظار الطبيب يمكن أن نقوم بالإسعافة الأولية حتى لا يؤدي التسمم لموت القطة قبل إحضار الطبيب. كذلك يجب أن تأخذ قطتك إلى الهواء النقي ويتم غسلها بالماء والشامبو. أيضا يجب إعطاؤها محلول 3% من بروكسيد الهيدروجين، ويمكن أن يكرر ذلك 3 مرات خلال 10 دقائق، حيث يمكن إعطاؤها هذا المحلول حسب نصف ملعقة، وذلك لكل 1 كيلوغرام من الكتلة. يمكن أن يتم إعطاؤها أيضا محلول الملح، حيث يمكن وضع ملعقة صغيرة من الملح في نصف كوب من الماء. كما يمكن إعطاء من 10 إلى 20 مللتر من المحلول للقط الصغير. يمكن أيضا أن يتم وضع العديد من بلورات الصدى على جذر اللسان. إذا تقيأ القط بالفعل ومرت أكثر من 2 ساعة على تناول السم، فبذلك يكون السم قد غادر معدته بالفعل. لا يجب أن تنسى أن يتم إعطاء الزبادي بالعسل للقط، فإنه فعال في مثل هذه الحالة. نحن في انتظار تعليقاتكم واقتراحاتكم وأفكاركم الجديدة. كما يمكن لكم أن تقومون بمشاركة الفيديو في الصفحات المختلفة، ونود الشفاء لجميع القطط وحمايتهم من الأمراض المختلفة. دمتم بخير.